ماما كل الولاد راحوا عيدوا وطلعوا مشاوير بالعيد إلا أنا قاعد بالبيت وما عم بعمل شيء. أي علينا خلودة، شو بدي أعمل لك؟ والله هالبلد مقتة ومعتة، ما في لا عيد ولا شيء. يلا ما دخلني. بدي روح مشوار، بدي روح العيد مثل باقي الولاد. يا عمري يا خلودة، طب شو رأيك تروح مشوار مع ميشكا ناخدكن سوا؟ يس ماما أكيد. وشو رأيك ناخد تيسيا معنا؟ أوكي ماما بناخدها. إيه يلا روح البس خلودة. أوكي ماما شكرا كتير، وأخيرا يا جاز رحوا عيد. وين تيابي؟ خليني ألبس بسرعة. يلا أوام قبل ما أغير رأيي. هاي مامي أنا خلاص جاهز صرت للعيد. وهاي ورجعنا لكم، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، وان شاء الله هيك بنعاد عليكم انتم الكل بالصحة والعافية، وان شاء الله منشوفكم على عرفات لكل حدا مشتهي يا رب. انا هلأ صرت انا وخلودة جنب بيت ميشكا، لح يجي ميشكا ورفيقته تيسيا، هيك اسمها، هن من روسيا اصلا بس عايشين ببريطانيا، ورفيقتي يورجيتا، فليكني عاد عم استناهم. ماما إجوا ميشكا وتيسيا. ماما شوفي جايبين معهم موبايلاتهم، أنا كمرت لك جايبي لي موبايلي معي، قلتي لي ما في. لك خلودة نحن رايحين مشوار مو رايحين نتفرج على الموبايلات، يلا نسلم عليهم. Hello. Ready guys to go? Yes. Yeah. Let's go. Hello. والله احترت وين بدي أخدن عيدن، أما لقيت إلا ناخدن على الحديقة، أغلب الأولاد يلي المسلمين يلي بدون يعيدوا بيروحوا على الحديقة بيجتمعوا السوريين سوا، فلقينا والله شوية مسلمين مجتمعين بالحديقة وعم يلعبوا، ولقينا كمان خيمة بنص الحديقة أنفعت وخلودة وميشكا وتيسيا لجوا، وكانت كتير حلوة على فكرة. ماما تعالي فوتي صوري القعدة كتير حلوة، هذا ميشكا وتيسكا تيسي عم يحكوا روسي وأنا ما عم بفهم عليهم. انت خلودة قلن أنا ما عم بفهم عليكم، احكوا انجليزي لو سمحتوا، بيقوموا خلودة بيحكوا انجليزي. واو. وبعد ما قعدوا شوي بالخيمة قرروا الأولاد يطلعوا منا ويروحوا يلعبوا شوي بالألعاب الموجودة بالحديقة، وكان في كتير عالم وكتير كانوا مبسوطين. ماما تعالي صورينا وشوفي مين بيقع بيناتنا. إن شاء الله خلودة ما حدا بيقع بيناتكم، يلا امشوا لشوف على مهلكم، لأنه إذا وقعتوا لح تكون مؤلمة خلودة الوقعة. ما تكره هذي الزيت. أوه ماي جاد. هون خلودة وميشكا بدهن يتسابقوا مين بيصل أول واحد لآخر الخط، وميشكا يلي فاز أما بالرجعة تيسيا سبقتهم وراحت وصلت أول شي. ماما شوفي ميشكا وتيسيا تخنقوا، ويورجيتا أمه لميشكا قررت تبعد تيسيا لعند أمه. ماما شو بدنا نعمل خلودة؟ يلا أحسن ما يضلوا عم يتخانقوا. صراحة بعد ما رحنا وشفنا العيد يلي عاملينه، يعني طلع ما فيه كتير شغلات انه للولاد، هيك بس جمعة للسوريين، فلعبوا شوي وهلأ قررنا نروح على السوفت بلاي. يس يلا يا اولاد انطلاق على السوفت بلاي. وبعد ما راحت تيسيا وديناها لعند امها لان صاروا يتخانقوا، ونحن بدنا يعني ياهن ينبسطوا ما يتخانقوا، فقررنا نبعتها، فرحنا على السوفت بلاي وخلودة وميشكا بلشوا يلعبوا، وبعدين قررت روح اشتري لون سلاش لانه كل شوي لح يعطشوا على قد ما عم ينططوا ويشوبوا. ماما يسلموا كتير على السلاش، انا كتير بعطش جايز. ماما بتعرفي روحت رقبتي وانا قاعد عم بلعب، يا ربي كتير مشوب وجوعان. ان شاء الله صحتين خلودة وسلامة قلبك يا رب. وحي ميشكا عم يقلكن هاي، كتير مبسوط انه عم يطلع مع خلودة بالفيديوهات. وبعدين رحت طلبت لهم وجبة لقلهم هن الاثنين، كيتس ميل فيها تشيكن ناجتس، فيها فرايز، فيها شوية بازاليا. ماما بتعرفي انه التشيكن ناجتس طعمته بيشبه اللي بيعطونا اياه بالمدرسة، مو كتير طيب. لك ايه خلودة يلا بتنبلع، شو بدنا نعمل؟ هيك الاكل بهيك اماكن بيكون مو كتير طيب. وقبل ما نطلع من السوفت بلاي جبت لخلودة ولميشكا هاي الكولا، جامي كولا بس تجي حامضة، وبعدين اخدناهم على هذا المكان لحتى يفوتوا يلعبوا شوي. ماما اول شي بدنا فراطة،
لازم ماما نصرف المصاري اللي معنا ونعملها فراطة مشان نقدر نلعب. ماما يلا خلود اشوف طلع لك فراطات كتير. يلا جمعهم كلهم وحطهم بقلب الكاسة اللي معك مشان نبلش ونروح نلعب. ماما بدي العب هاي اللعبة اول شي بليز. هاي اللعبة مثل ما شايفين، ما بعرف اذا اغلبكم بيعرفها، بتحطوا فراطة مصاري كوينز وبعدين يعني بدكم الهدايا الموجودة تنزل واحدة منها لتحت. لحد الان ما نزل لخلودة غير كوينز مرة تانية، هو كل اللي بده اياه هو والولاد انه يربحوا من هدول الهدايا يلي حاطينهم فوق المصاري، عرفتوا؟ بس للأسف خلودة ما ربح شي. ماما شوفي ميشكا كمان عم يلعب نفس اللعبة، وامه عم تعرف تلعب فوزته، عم تحط المصاري ورا بعض بسرعة بسرعة، بيقوم بينزلوا سوا ماما، بيقوم بيربح. ليكي نزلت له هدية ماما ونزل له كتير مصاري. يلا خلودة لا تزعل، انت ما ربحت، تعال نجرب لعبة تانية بلكي بتربح. خليني شوفوا قديش طلع لميشكا كوينزات وطلع له كمان هدية. هلا بدهم يجوا يفتحوا له الازاز ويطلعوا له الهديه لانه عصيان. ماما بدي اجرب حظي بلعبه الاخطبوط، يا ربي انجح. ماما بليز خليني اجرب. ماشي خلودة، هي اللعبه بدها 20 بي، هذيك اللعبه كان بدها 10 بي، فصرفت له 20 بي فراطه 20 بني، وهلا بده خلودة يلعب بهي الاخطبوط انه يلقطها. وهي اكثر لعبه بيكذبوا فيها لانه شوفوا شلون عم تكمشها، عم يكمش الاخطبوط بعدين عم يفلت منه. فشفتوا انه القصة بانه هي بيحطوها لهي اللعبة ما لا ايديها محلولة، يعني لدرجة ما بتقدر تمسكه كتير فورا بيهر منه. طبعا خلودة زعل كتير انه خسر، والله جربناها 20 مرة ولا واحدة زبطت، يعني اكتر من هيك نصب ما في، ولو مالي مضطرة اجي لهون بس ما في اراني نروح عليها بالعيد، فاضطرت جيبهم لهون وهي اخر مرة، توبة اذا عتجيبهم. المهم راضيته لخلودة وصار يلعب هو وميشكا بلعبات تانية. ماما اشتري من هاي الطابات، بدي تنتين لاني خسرت بليز، مو قلتي لي رح تراضيني؟ هدول فيهم هدايا ماما، فيهم هدايا حلوه كمان. طيب خلودة يلا خذ تنتين، ان شاء الله يطلع لك هديتين حلوين هيك مثل ما بدك. شوف شو طلع لك خلودة، هاي لعبه تركيب. خلودة ما حبه للعبه التركيب بس طلعت له هاي الحيه اللي سكوشي بتلاقوها بتشط وبتمط، كثير حبه. وبعدين خلودة ومشكا صاروا بدهم من هاي الطابات، هاي فيها العاب ثانيه. فشوفوا هاي الألماسة اللي ربحها ميشكا بأول لعبة كانت عصيانة، فتحوا له اياها وعطوه اياها. وهي خلودة تعالوا نفتح الطابة ونشوف شو بده يطلع لهم بقلبها. ماما شوفي طلع لي بيت كلب ماما، وبقلبه حيوان، شو هو يا ترى؟ ماما أرنب صغير، يا شو حلو. شوفي ميشكا ماما طلع له خروف صغير بقلب البيت، والله كتير حلوين يا ماما، بس تعي نروح على البيت، انا كتير تعبت ومقهور اني ما ربحت. يلا خلودة شو بدك تعمل، هيك الدنيا فيها ربح وخسارة، المهم تكون انبسطت انت وميشكا. وهيك بيكون اول يوم عيد خلص. اليوم ثالث يوم عيد جاي، هلا بدنا نروح، قال في عيد عاملينه هون، امشي نروح نشوف شو. طيب يلا امشوا بسرعة لنشوف يلا لنشوف شو عاملين، ان شاء الله يطلع شيء حلو. اليوم يا جايز هو ثالث يوم عيد، ودرينا اننا عاملين هون جمعة للسوريين وهيك انشطة للولاد بالعيد، فيلا تعالوا نشوف اذا في شيء حلو عاملينه ولا لا. صراحة كانت لمة حلوة للسوريين للمسلمين بشكل عام، كان في كتير من سوريا من العراق يعني من الجزائر،
من المغرب، فكانوا هيك الأولاد عم يلعبوا سوا بالحديقة، عاملين شوية أنشطة، حاطين سيارة آيس كريم بقلبها، كمان حاطين على جنب برجر، إنه عم يبيعوا برجر، كانوا عاملين مثل مسابقات وبيربحوا هدايا. بس نحنا اجينا بالاخير والايس كريم كان خالص، ما طلع لخلودة غير هاي الايس لولي. وبعدين جبنا برجر، كمان البرجر شوفوا شلون السلطة قربت تخلص، يعني كان باقي لهم ساعة وبيخلصوا وهن فاتحين من الصبح، فجبت 2 برجر وخلودة اكل، يعني انبسطنا شوي وخلودة شاف شوية اولاد ولعبنا. وبعدين خلودة طلع له عيدية فقررت اخده على المحل واشتري له فيه هدية. هذا آدم جاستن. هلو ده بدك هاي ماينكرافت؟ واو تعالوا جايز نفتحها ونشوف شو بده يطلع لنا جواتها. يا خلي ده هات لنشوف شو بده يطلع لك. أني واحدة من هدول كيني. شو طلع لك كيني؟ افتح على شو؟ شوفوا جوستي، هاي قال glow in the dark، هاي بتضوي بالعتمة. هات لنشوف شو طلع لك. يلا افتح الثاني لنشوف. طلع له هاي بوكسي طلع له؟ ادم بوكسي ادم. انا واحدة طلعت لك هلا هاي؟ طلعت له لخلوده هاي ادم سير. ورجيني. I like this more. وهيك يا جايز بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله هيك تكون اجواء العيد وصلتكم، هي مو كتير واو بس الحمد لله حاولنا قد ما فينا نبسط حالنا، وبدنا نقلكم باي.